صباح الخير لكم مشاهدينا منين ما كنتوا عم تتابعونا من لبنان ومن الخارج. مع بداية هذا الأسبوع طول البدايات الجديدة بتكون حاملة الأمال والنشاط، بتمنى أنه يكون أسبوع حلو ومبارك لكم كلكم. منتابع حلقة ام تي في الايف لليوم مع فقرة ايت سمارت ومع اختصاصية التغذية رندا فهد. مثل كل يوم تنين عنا كذا موضوع بدنا نحكي عنهم. بالبداية عنا سؤال من المشاهدين رح نجاوب عنه، عنا خبرية أو دراسة رح تطلعنا عليها رندا فهد، وكمان عنا موضوعنا يلي هو رح نحكي عن الرز، الرز الأبيض، الرز الأسمر وكل أنواع الرز، شو الفرق بيناتهم وشو فوائدهم الغذائية. صباح الخير رندا. صباح النور لورا، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. على طول بنبلش الأسبوع مع كذا معلومة مع كذا خبرية، بدنا نبلش مع سؤال المشاهدين يلي هو اليوم حسب معرفة عن الأنتيبيوتيك، عن يعني شو المأكولات يلي مسموح نكون عم ناخذها نحن وعم نتناول الأنتيبيوتيك، خصوصا انه بهيدي الفترة من السنة كثير اشخاص بيكونوا يمكن مريضين وعم يتناولوا 100%. على كل حال انا بدي بلش اذكر المشاهدين دائما فيهم تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم بتابعوني. مثل ما قلنا لورا كثير كان في كم من الاسئله اللي سالوني اياها المشاهدين، انا دائما بجاوب على الانستغرام او الفيسبوك، ولكن مثل ما قلتي اخترت هون موضوع الانتيبيوتيك وعلاقته بالبيض. الشخص كان عم يسالني هل اذا انا اولادي بياخذوا انتيبيوتيك ممنوع ياكلوا بيض؟ اللي بدي اقوله انا انه عندنا عده انواع نحن من الانتيبيوتيك، وهلا الانتيبيوتيكس صار عندنا الانتيبيوتيكس متطورين اكثر من ايامات قبل. واللي بدي اقوله انه اول شيء الجواب هو فيهم ياكلوا بيض، خليني اجاوب هيك لانه هيدا السؤال كثير بينسال. اوكي، نحن منه اشكال انه ما بيقعد الانتيبيوتيك ماشي حاله اما بيصير شيء مع البيضه، بس اجمالا خصوصا الاولاد وقتها يكونوا عم ياخذوا انتيبيوتيك يعني هن مريضين، وقتها يكونوا مريضين يعني هن نفسهم ما كثير طالبه اكل، يمكن يكون عم تلعي نفسهم، فهي الفكره انه اذا كان صار في لعيان للنفس هن ما تقبلوها للبيضه بهيدا الوقت، مش اكثر من هيك. اوقات بيكون في خوف انه تعمل طفره بالجسم او ياثر، لا لا يعطي مفعول عكسي ما يقعد ياخذ يعطي مفعول يمكن الانتيبيوتيك. اذا ما في عندنا حساسيات معينه لا هل ما بقعد الانتيبيوتيك مثل ما قلتي يعطي مفعوله؟ لا بضله يعطي مفعوله، يعني طالما متقبلين الاكل فينا فينا ناكله. على كل حال الانتيبيوتيك كمان هو بيعمل انتر اكشن، يعني هو في عندنا مثلا اذا حكينا انتيبيوتيك والكافيين، اللي بيشرب كافيين وبيشرب وبيقلق بالليل بيقول له وقف على الساعه 12 اما تنتين، اذا عم تاخذي انتيبيوتيك وشربتي كافيين بيطول مفعول الكافيين اكثر، يعني بصير يقلق اكثر، فهون هيك اشياء صغيره بيقدر الانتيبيوتيك بكون عم ياثر عليها. مثلا كمان الانتيبيوتيك وقت تكوني عم تاكلي اكلات مثل الحليب لنقول اما الكيل اما التوفو وعم تاخذي دغري معه الانتيبيوتيك، امتصاص الكالسيوم ما بيكون من قد وقتها انت ما عم تاخذي انتيبيوتيك، المعادله كثير هينه ساعتها ما تكوني عم تاخذيهم بنفس الوقت مع الانتيبيوتيك. قد ايه فرق وقت؟ هلا اجمالا الفرق دائما بنحكي على بين ساعه ساعتين، هذا هو الفرق. فاذا ما بدي خاف، مش ما بعود مفعول الانتيبيوتيك بيمشي، مفعوله بضل ماشي. حتى في اشخاص يعني الكبار بيقولوا انه ما فينا نشرب الكول اذا عم ناخذ انتيبيوتيك، بيلغي له مفعوله، هيدا الشيء منه مزبوط. كمان منه مزبوط، ولكن في احتمال اكثر ليصير في لعيان نفس ويصير في استفراغ اذا نحن عم ناخذ الانتيبيوتيك. كل جسم بيتجاوب غير عن الثاني، فنحن بدنا نسمع لجسمنا، وعلى الاكيد انه نكثر كحول هي منا منيحه، وكيف اذا كنا ساخنين؟ فهيدا صار موضوع ثاني. اكيد تاني. اكيد طبعا. عندنا خبريه كمان لليوم، عن شو خبريه؟ خبريه اليوم اجى على بالي احكيها عن الحامض، يعني هلا نحن بالموسم وكمان الشتاء وكمان الاشخاص اللي هن عم يجربوا الى اخره، هلا وما ننسى كمان انه في اشخاص كثير بيعتمدوا الحامض حتى ينقصهم بالوزن، فهيك حبيت احكي كم خبريه عن الحامض. هلا الحامض نحن بنتناوله وبالسلطه، بنتناوله بعدة أنواع من بالمأكولات، بنتناوله كمان إذا نحن عصرناه، يمكن عملنا فنجان سخن وعصرنا حامض، أو نحن حطينا كوباية المي وقصقصنا الحامض بقلبها. بكل الأحوال الحامض هو رح يعطينا حامضة وحدة بتعطينا 30% من حاجتنا للفيتامين سي،
يعني قد ايه الحامض مهم انه عم يعطي فيتامين سي. الفيتامين سي والبوليفينولز بالحامض هن عم يكونوا عم يساعدونا حتى نقوي المناعه، عم يساعدوا كمان كرمال يرجلجوا القلب، صحه القلب، الضغط، وكمان كرمال الرويه. هلا الفيتامين سي بدي اقول عنه هون شغلتين كمان. قديش بنعرف نحن انه وقت نحن عم ناخذ، خصوصا الاشخاص اللي هن فيجن، لنساعدهم على امتصاص الحديد بنقول لهم كلوا المأكولات اللي بتحتوي فيتامين سي، وهون بيجي دور الحامض. لكن كمان الحامض عنده دور كتير مهم انه بيبعد البحص بالكلاوي، خصوصا اذا بحص الكلى كان معمول، لانه مثل ما بيقول الميديوم حول الكلوي هو موضع اسيدي. قديش الحامض هي فيها اسيد، ولكن نحن وقتها ناخذ الحامض بفوت على الجسم بحول الموضع الى موضع بعيد عن الاسيد. فهيدا الشيء بيساعد انه ما يتكون انواع معينه من البحص الكالسيوم، وخصوصا الكالسيوم اوكزاليت، فهيدا كثير بيساعد. يعني المعرضين اكثر للبحص فيهم يشربوا ليموناد، فيهم ياخذوا هيك يعني يزيدوا استهلاك الحمضيات 100%. هون عم نحكي بس عن الحامض ولا كل انواع الحمضيات؟ كل انواع اللي هن فيهم السترس اسيد، اللي هن الحمضيات، ومركز اكثر شيء هو بالحامض. هلا طبعا انا اللي بدي اقول لكم اياه، ما بدي ابدا 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 تكونوا عم تشربوا حامض مثل ما هو، لانه هيدا الشيء في يهري الاسنان. شغله ثانيه طبعا، في عندنا ناس عندهم حساسيات معينه، هول ما فيهم كلهم عم ياخذون. والشغله الثالثه، في اشخاص عندهم الريفلكس يعني والمريء، وقتها يكون بيتضايق بيتحرك، فهول اشخاص وقتها يكونوا عم ياخذوا حامض وعم يكتروا منه رح يتضايقوا. فهون كمان برجع، وهيدي رح تسمعوها كمان كثير مني خلال هالسنه، نتسمع جسمنا. مش كل شغله بنقولها منيحه هي منيحه لكل الاشخاص، في اشخاص بوضع معين ما بيقدروا ياخذوها. بس حبيت اليوم ركز على الحامض وعلاقته بالبحص، مشان هيك خبرتي كانت اليوم. متى نحكي عن الرز، الرز انواع عديده، وخصوصي هلا يعني عن جديد صار موجود وين ما كان كل انواع الرز. وكل مصادر الرز، وحتى في يعني اذا بدنا نقول مأكولات مصنوعه من الرز عم نتناولها بشكل يومي تقريبا. اول شيء الرز، هل هو شيء مفيد للجسم، فيه غذاء او لا؟ اللي بدي اقوله لورا، ليش في كثير اصناف من الرز، اللي هو الرز الابيض، الرز الاسمر، الرز الاحمر، الرز الاسود، وفي عندنا شيء اسمه وايلد رايس كمان اذا طلعنا بسياق الحلقه فينا نكون عم نحكيه. لانه الرز هو من الاكلات اللي عالم كثير عايشه عليها، لانه هو عم يكون مصدر للطاقه وبعيشه، يعني في عالم بدها تاكل رز لتكون عم تعيش، فمشان هيك بتشوفي هالقد الرز موجود وبكثره. بشبع. هلا الرز بشبع، الرز هو من مصادر الطاقة، خصوصا الرز هو شغلة رخيصة، ففي عندك أشخاص بدهم مصدر للطاقة، وكمان اقتصاديا عم نحكي هون، فدايما الرز بدنا نكون عم نحطه بالأكلات. وطبعا في بلدان بيستعملوا الرز أكثر من بلدان تاني، ونحن بنشوف كيف بنستعمل الرز مع اليخانة، فإذا بده يكون عندنا اليخنة بده يكون حدا الرز اللي نحن عم ناكلها. هلا الرز مثل ما قلنا هو عدة أنواع. أول شيء اللي بدي اقوله انه وقت اقول انا رز ابيض اما رز اسمر، الرز الاسمر هو اللي بيحتوي على القشره، اللي هي وقت يصير ابيض بيكون عم يشيلوا القشره منها، ولكن كمان الرز الاسمر بيحتوي لكن على حبه الرز على القشره وعلى الجيرمن اللي جوا، بنقول لها النقطه الصغيره بقلبه، وقت ينقشر الرز بتكون كمان عم تنشال. هي مفيده بتغذي؟ اكزاكتلي. فهون نحن مشان هيك وقت يكونوا هالثلاث اشياء موجودين بالرز، هي رح تكون عم تعطينا مش بس النشويات، رح تكون عم تعطينا بروتين اكثر من الرز الابيض، ورح تعطينا كمان دهنيات جيده، وهون كمان رح يكون في المعادن والفيتامينز هن موجودين اكثر من الاسمر. هلا عندي هون شغلتين. اول شغله انه نحن لكن ليش ناخذه ابيض؟ ناخذه ابيض لانه طبخه هو هين، هو الشائع يعني ما حدا يعني معودين هيك بتأشر. معلمين هيك مزبوط بيتأشر لانه اهين، يعني بصير بالطبخ اهين. هلا وقت شلنا القشره شلنا عده فوائد، بس كمان وقت ينعمل ابيض يتأشر بالشرك ينعمل ابيض، هو بينزل له هالمعادن والفيتامينز اللي كانت انشالت منه قبل، فهولي رح نقول انه نحن عم ناخذهم، ولكن نحن بنكون عم ناخذ اقل الياف، وبنكون يعني الكوب من الرز العادي بيحتوي اقل
اقل من 0.5 جرام من الالياف، وقت اكون عم بحكي على كوب الرز الاسمر بصير يحتوي 3.5 جرام من الالياف، فاذا بالابيض عم يكون في الياف اقل. نحن بنعرف اهميه الالياف، صحه القلب والسكري والجلايسيميك اندكس وصحه المصران، فهيدي بتكون وحده من الشغلات اللي هي تغيرت، وبيكون الابيض اقل بالبروتين. هلا سؤال اللي دائما عم بنساله قضية الزرنيخ اللي هو موجود، الأرسنك، الزرنيخ الموجود بالرز. هلا نحن الرز وقت ينسقى بينسقى بالخزانات اللي عم تعطي هيدا المي، هي بيبقى فيها مطلية بأرسنك أما زرنيخ، فبطبيعة الحال هيدي المي رح تحتوي زرنيخ. الزرنيخ كترته أكيد مانا منيحة، كترته معقول تؤدي للألزايمر لعدة أشياء. طيب نحن هون أول شغلة، هل الرز الأسمر فيه زرنيخ أكثر من الأبيض؟ الجواب هو إيه، مش عم أقولكم لا. طب بس ما نحن كيف فينا هالزرنيخ نكون عم نتحشي أما تكون عم نبتعد عنه؟ كتير هين القصة، بدنا نكون عم نغسل الرز. فإذا بالرز الأسمر علينا أنه مش بس نكون عم نغسله يمرق ميالي ونكون عم ننقعه، وبطبيعة الحال إذا أنتم نقعتوا الرز الأسمر شو بتكونوا عم تعملوا؟ بتكونوا عم تضطروا على حبة الرز كمان، وبصير طبخه بصير أسرع. فإذا أنا ما بدي خاف أنه لا ما رح أخذ هلأ الرز الأسمر لأنه في عم بسمع بيقولوا في زرنيخ، طب ما أنا غسلته يعني بيتغسل مرتين ثلاثة تيطلع كله بيكون كافي ولا أكثر من هيك؟ لا لا بيكون كافي، على الأكيد بيكون كافي. هيدي شغلة. هلأ بدي ارجع من هون احكي على الرز وقت يكون احمر واسود، هيدا الرز هو بيحتوي على الياف كمان، وبنشوف انه من وراء لونهم يعني هو عم يحتوي على موانع تاكسد مختلفه وكمان زياده من وراء اللون اللي فيهم، مشان هيك هون في الانتوساينس تبعولهم، بتشوف انه بيحتوي لوتين شوي اللي هن كمان مهمين للنظر. فاذا هول انواع الرز كمان فيها فوائد شوي اكثر من الرز الابيض. هلا عم برجع هون بفوت بخبريه انه هول انواع من الرز هن اغلى، مش ضروري يكونوا عم يشتريهم، برجع مش بقول ضروري يكونوا يوميا موجودين، بس اذا مرقوا يمكن مره بالشهر بيكون كثير منيح، بيكون كثير منيح. وفي هون بدي ارجع احكي على الرز اللي بنسميه الوايلد رايس، اللي العالم بتضيع بينه وبين الرز الاسود. الرز الاسود هي حبه رز سوداء سميك، الوايلد رايس هي عشبه منا جرين، اوكي منا حبوب، هي عشبه وملفوفه بشكلها شكل الرز. هلا هل انا في اطبخ واكل صحن رز اسمر لحاله، الرز باردون الوايلد رايس هيدا اللي لونه شوي على اسود بس هو من العشبه؟ بالحقيقه رح تحسوا الفرق بالطعمه، والفرق انه هون ما عم تاكلوا هيدي حبه الرز اللي هي عم تقرقش تحت سنينكم. مشان هيك اذا بتنتبهوا انه نحن وقتها نطبخ الرز نطبخ الرز الابيض اما الاسمر، وبنحط بقلبه هيدا الرز اللي هو الوايلد رايس، فبهالطريقه بتشوفي طبختها للوايلد رايس. اكيد وايلد رايس هون صار عندك عشبه، صار في كل خصائص العشب هون، صار عندنا الاشياء اللي هي عم توطي اكثر السكر، اللي هي اكثر فيها نشويات اقل، بتنصح اما وحداتها الحراريه اقل اذا حدا عم يعمل ريجيم الى اخره. اوكي سو هولي بالانواع، هولي انواع الرز. مثلا في الريزوتو، انواع الرز الثانيه كلها هيدا صار عندنا كثير. هلا الرز ما زلت ذكرتي هيك، عندك رز البسمتي اللي هو ارفع، الرز الريزوتو، الرز الياباني اللي هو بيبقى أصغر، طريقة الطبخ عم تفرق بس الفوائد الغذائية كمان عم تفرق. هلا اللي بيصير إنه كل ما كانت حبة الرز صغيرة ومش مثل البسمتي هيك انا بقولها إليجنت، اللي بيصير انه انت وقت عم تسكبي فنجان مقارنه بفنجان عم تسكبي كميه اكبر، لانه هون صار الرز شوي عم يلزق على بعضه. أوكي. عرفتي؟ فإذا عم يلزق على بعضه، إذا أنا مش عم زين عم بشتغل بس كباية عم قارن كباية بكباية، أكيد رح حس إنه كباية البسمتي هي أخف ووحداتها الحرارية أقل. ولكن بالميزان لورا إذا زنت الكميات، يعني إذا عم أقول 60 جرام ب 60 جرام، هن رح يكون فيهم تقريبا نفس المواد الغذائية ونفس كمية النشويات. فإذا عم باكل نفس الوزن
بدي كمان نبه المشاهدين انه بتكونوا عم تاخذوا نفس كميه الوحدات الحراريه بين اذا كان رز بسمتي اما الرز الثاني. عندي سؤال كثير سريع بالاخر، نحن وقت نغسل الرز بنكون عم نكب النشا تبعه. نعم. هل هو يعني شيء يعني نحن لازم نكون عم نكب النشا؟ نحن بنكون افضل لا ما كثير نغسل. بلا بلا منيح نكون عم نكب، وانت ما بتكوني عم تكبي كثير نشا، كميه كثير صغيره. لورا ما طلع لي وقت احكي عن كثير اسئله بنسالها منا على الرايس كيك، ما طلع لنا وقت نحكي قديش الرز بيبقى بالبراد، ما طلع لنا وقت نحكي قد امتى الرز هو رح ياذينا بقضيه امانه المطبخ، بس اكيد بيجينا حلقات اكيد بحلقات لاحقه رح نرجع نفوت بكل هيدي التفاصيل. شكرا كثير لك رندا فهد. مشاهدينا بناخذ بريك ومن بعده رح نكون مع فقره هابينينج.